السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مرة أخرى أعزائي التلاميذ وخاصة التلاميذ الأولى باك. تشكركم كثير على التفاعل ديالكم بيسور والالتزام ديالكم بالمنازل ديالكم وهذا المرجو فيكم وإن شاء الله تدوز الأزمة بخير وعلى خير. داكوغ، إلى لاحظتوا الفيديو السابق تكلمت شوية على تقسيم الوقت في المنزل أثناء هذا الحجر الصحي. ان شاء الله نتمنوا تتبعوا ديك النصائح وتنظموا وقتكم باش نخرجوا مستفيدين جميع من هذه العمليه ومن هذه التدابير ديال الدوله مشكوره من هذا المنبر. داكوغ، الوغ اجوردي اون فا تامينيه نوتر ليسون سور لي فيغور دو ستيل. دون لي فيديو بريسيدون اون ا في بيان سور 8 فيغور دو ستيل، شفنا 8 دي فيغور دو ستيل. اليوم كذلك غنشوفوا 4 فيغور دو ستيل ان شاء الله، ويبقاو لنا بعد 4 ولا 5 ولا 6 اون با سا باش نكونوا وصلنا لعدد 18 في جو ستيل بكل بساطه وبكل سهوله. كذلك ترجو منكم انكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع التلاميذ الاخرين اللي في اولى باك باش الفائده تعم. كذلك الا كان شي ملاحظات ولا شي شيء غير مفهوم يمكنكم تعبروا عليه عبر التعليق يعني لي كومونتير. اسكو سي بيان كومبري؟ داكوغ، اي اون باس اجوردي ا نو 4 figure de style et ce sont les figures d'insistance. Au moins, il s'agit de صور الإلحاح. Je m'en souviens de l'إلحاح, il y a un الكاتب يؤكد ويلح على الألفاظ أو تكرار ألفاظ أو عد ألفاظ ليصل إلى تأثير عند القارئ bien sûr. كذلك في إطار التأثير على القارئ on va voir bien sûr l'effet recherché. اللي هو سؤال جديد في الجهوي لي في ريشيرشي هو التأثير التي تحدثه الصورة البلاغية على القارئ، يعني ماذا يمكن أن تبين هذه الصورة البلاغية. ونشوفوا كذلك الشطر من السؤال على بيوسي في فيديوهات أخرى بيان سور. ألوغ كوم جي دي لي فيغور دانسيستونس أو صور الإلحاح، ونبداو بلانافور. لانافور c'est une répétition du même terme ou bien du même groupe de mots au début de plusieurs phrases. يعني هذه اللي قلت سيت تشاف سي او بلي. فقما لاحظوا ان الكاتب تيكرر نفس اللفظ او نفس مجموعه الكلمات في اول جمل متتاليه تنسميو هذه الصوره لانافور. اسكو سي بيان كومبري؟ سي بون. الوغ نوفا ليكزومبل، ودائما المثل هو الذي يوضح ويبين الصوره البلاغيه. اكزومبل، دون لو داني جو دان كونداني بريسيزيمون دون لو شابيتر 9 لو كونداني دو نو دير سيت فراز لا جو ليس اون مير Je laisse une femme, je laisse un enfant. Alors, fini la rapport. La rapport d'Arta, qu'est-ce que tu as dit? Je laisse et je laisse. C'est là que tu m'as dit, tu vois, qui est le mekan de l'tigra. Qui est le mekan de l'tigra? Voilà, voilà et voilà. Alors, mais si vous avez l'tigra, puis l'ouel jumel moutetalia, c'est le smi wadda'ila, la rapport. Wachifou, s'il vous plaît. D'accord. On passe à la deuxième figure de style, c'est la répétition. Donc, on a dit qu'il y a un effort ou un homme de répétition. Le fait que le seul, la répétition, c'est une répétition sans ordre du même terme. C'est comme si tu as dit qu'il y a un effort. Mais je n'ai pas un effort. La fois, tu as dit qu'il y a un effort, c'est le premier jour de la répétition, c'est le tikrar ashwa'i. يعني الكاتب تيكرر نفس الكلمة ولكن بشكل عشوائي ماشي منظمة. داكوغ، المثال في دوني جو دان كونداني توجور لو كونداني فا لو دير او ما غراس ما غراس اون مو فارا بوتيتر غراس. الكلمة التي تتكرر هي كلمة غراس 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 ولكن ما كان تكرار هو المهم. هنا في آخر الجملة، هنا في آخر الجملة، وهنا في آخر الجملة كذلك. S'il vous plaît, ce n'est pas une rapport. Une rapport, je n'ai rien. C'est que là, nous sommes là pour l'ouel le jumel. Ou là, quand vous avez le jumel, vous avez l'air de vous dire que vous avez le jumel. Je vous fais la répétition. On passe à la troisième figure de style, et c'est la gradation. La gradation, c'est une énumération de termes de manière croissante ou décroissante. Ou à aide alpha, bitarika. تصاعديا او تنازليا. يعني الكاتب تنصيبو تيتكلم الفاظ اما بشكل تصاعدي من الاضعف الى الاقوى او العكس من الاقوى الى الاضعف بشكل تنازلي. اون اكزومبل ونرجعو لهاد ليكزومبل سيغوبلي.
ليزومبو الاول اللي ناخذو لان هنا شنو كاين كاين اون لافور ولكن الا لاحظنا اون مير اون فام ان اونفو كان عد ولكن تنازلي حتى هذه راها اون غراداسيون ولكن نرجعوا للمثال ديالنا ديال لاغراداسيون اللي عندنا في لو طابلو اكزومبل جو ني بلو كون بونسي كون كونفيكسيون كون سيرتيتود كوندامني ا مور بيان سور حسب الجملة مستخرجة من الرواية اللي عندكم لو ديرني جور دي كوندامني وهنا في الشابتر 1 بريسيزيمون بالضبط في الشابتر 1 هاد السجين قلنا ليس لدي إلا فكرة إلا قناعة إلا يقين محكوم بالموت إذا في الأول كيف كانت؟ كانت فكرة ثم أصبحت قناعة ثم أصبحت يقين إذا العد هناك كان عد تصاعدي C'est une gradation croissante. Est-ce que c'est bien compris? Là, tout comme si la croix dit la gradation. Va, vol, cours et nous venge. Idhab, ijri, tel. On a quel l'ad, c'est ça, on dit kadalik. On a quel mital kadalik fil ad tanazuli. Je me meurs, je suis mort, je suis enterré. احتضر موت دفنت هناك العد تنازليا في اتجاه الموت يعني الارض est-ce que c'est bien compris d'accord on passe à la quatrième figure de style et c'est l'énumération c'est une succession de mots ou de groupes de mots mais sans ordre et donc كنا نقولوا كذلك هنا ان la gradation est une énumération l'énumération هو سلسله من الكلمات او مجموعه كلمات لكن بدون ترتيب ماشي بحال لاغراداسيون لينيماسيون ما تيكونش ترتيب لاغراداسيون هناك ترتيب سي بيان اون فوا ليكزومبل اي سي دو لا بواط ا لافي كو جي دوني سيت اكزومبل لا لا بوفر خديجة ا كونسولتي لي فقير لي غيريسور لي سورسيي اي لي شوافا غيكون عد هادي لا بوفر خديجة سي خديجة لا سور دو رحمة سي لا سور سي qu'elle a eu un c'est qui a eu un enfant et lorsque là Rahma a voulu aller assister au baptême c'est là où il a perdu Zineb sa fille et là puis ça se fait dans le but d'elle ni que nous machine la vérité de l'ouxe d'elle ni mais qu'elle se trouve où il va se battre Rahma ça te parle de elle là la Zubida ça te parle de sa femme là ça te parle la pauvre Khadija stacharat le fqha le mudawul taqlidiyoun le sahara ou le shawafat quel est ولكن واش كان ترتيب لا لم يكن هناك ترتيب اذا هذه الصوره البلاغيه تسمى لينيميراسيون الو جو ريكابيتول نرجع هادشي بسرعه لي فيغور داسيستونس سوا الالحاح هي اربعه لا نافور هو تكرار نفس اللفظ في اول جمل متتاليه هناك لا ريبيتيسيون هو تكرار دون ترتيب او دون نظام لنفس الكلمه هناك كذلك لا غراداسيون أو العد للألفاظ بطريقة تصاعدية أو تنازلية وأخيرا لينيميراسيون هو العد للكلمات أو مجموعة كلمات لكن بدون ترتيب ألوغ إسكو تو سولا سي بيان كومبخي سي تخي فاسيل دايور هادشي ساهل جدا خصنا غير شوية المراجعة سي فوبلي ونفهمو الظاهرة ديال الصورة البلاغية يعني شنو معناتها ما نكرهش تفهموا بالعربيه فهم شنو معناتها لان مع الجهوي تطلبوا مني السخرجه في الستيل تطلبوش مني نعطي التعريف المهم نفهم شنو هي الظاهره مثلا غراداسيون هي العد تصاعدي او تنازلي لينيماسيون هو العد العشوائي لا ريبيتيسيون هو التكرار العشوائي و لا نافور هو تكرار منظم في اول كل جمله اذا الى جينا نحسبوا الصور البلاغيه اللي شفناها لحد الان شفنا 12 فيغور دو ستيل اللي هي سهله جدا ويمكننا نحفظوها في لمحه من البصر الوغ بور لي ليسون كي فيان اون فا تان جو دوني ان بتي بو لو بروغرام نعطيكم البرنامج العمل ديالنا اللي قسم او مستوى الاولى باك عند ان شاء الله غادي نسالي فيغور دو ستيل وندوزو لي توناليتي وترقبوا كثير الفيديوهات خاصة بالتوناليتي اللي عندنا واللي هو سؤال جديد في الجهوي لتوناليتي أو لهجة النص أو كما ديراج لوجي سجل النصوص أو التأثير الذي يحدثه النص على القارئ هادو من الفيديوهات الجديدة نشوفوا كذلك تحليل لأنتيغرام إن شاء الله نشوفوا تحليل لابورتا بابي بسرعة ولكن نأخذ المهم نشوفوا تحليل من الزاوية الصحيحة نأخذ الأفكار اللي خصنا وفي الاخير ان شاء الله ممكن اننا سنقوم بالاشتغال على جهويات
اللي كي كومون ديغاج اللي كي نتايا بشكل جيد الى الجي ار او. وفي الاخير تنبغي نشكركم جدا وما تنساوش الاشتراك ودعوا الاخرين الاشتراك للمساهمه في افاده اكبر عدد من التلاميذ، وشكرا مره اخرى.